السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مع قناة أحمد بالله، قناة الرياضة والثقافة. واليوم مع مجموعة تاع النصائح تتعلق بممارسات كيمارسوها بعض الناس اللي تيبغيو ينقصوا الوزن تاعهم، مثل أنهم كيلفوا البطن، المحيط ديال البطن ديالهم بالسلوفان، ولا تيلبسوا اللبسات ديال التعرق مثل الكاوية كتعرقهم، وكيعتقدوا أنهم كيفقدوا الوزن. كيف قلنا بأن التعرق لا يدل على أنك فقدت الوزن، إنما فقدان السوائل. بمجرد أنك تشرب الماء بعد ساعات غادي تعرق، غادي تزاد الوزن ديالك ويرجع كيف كان، وأيضا تأثر سلبا على الجسم، وبالتالي كتصاب مثل الكلاكاج في العضلات تاعك، وأيضا تتعرض الجسم ديالك للجفاف. فالطريقة الصحية للحفاظ على الوزن أو نقص الوزن هو الحفاظ على الأكل المتوازن الطبيعي والتمارين الرياضية والنوم الجيد. فالابتعاد عن الممارسات السلبية غادي تجنبك مجموعة تاع المشاكل، وخاصة ارتداء هذا الملابس أو أيضا لف محيط ديال المعدة بالسلوفان أو الأشياء البلاستيكية الموجودة في السوق الآن. فكيف قلت لك، نظم الأكل تاعك، مارس التمارين الرياضية بشكل يومي، ونام بشكل جيد، غادي تحصل على الجسم تاعك المناسب. تحية لكم.